ماهر الحناشي. يمكن المقارنه ده الباك اليمين هنا وهنا. قبل ما نروح لزميلنا كريم احمد نعرف منه اخر الاخبار. كريم اتفضل. بجد تحيه ليك يا كابتن اسلام. قبل ما اكلمك على حضور الجمهور اللي باكد لك يا كابتن اسلام عدد قليل جدا يعني اللي احنا شايفينه لا يتجاوز 1000 مشجع من مشجع. لا بس خلي بالك يا كريم يعني بمعرفتنا السابقه التوانسه دايما بيجوا قبل المباراه بنص ساعه ولا حاجه. انا عارف يا كابتن اسلام بس يعني الانطباع اللي احنا شايفينه خارج الاستاد الاستاد فاضي جدا مفيش اي تكدسات مفيش اي تجمعات بين الجماهير تدل ان في مجموعات يعني متسقفه منتظره بعض ان هي تخش. انت عارف الجماهير بتحاول ان هي كل مجموعه تخش بشكل معين لكن حتى اللحظه دي العدد قليل جدا بالنسبه لجمهور النجم الساحلي. لكن عايز اقول لك الاربعه اللي خرجوا بره القائمه بالنسبه لي مباراه اليوم او قائمه اليوم خرج من القائمه علي لطفي جيرالدو مروان محسن ومحمود وحيد. يتبقى طبعا في 22 اللي كانت في قائمه مباراه اليوم الاحتياطي هيكون شريف اكرامي وليد ازارو احمد الشيخ اليوب يانج احمد فتحي حسام عاشور وياسر ابراهيم. حتى هذه اللحظه يعني بيتوافد بعض من جماهير النادي الاهلي ال 500 مشجع طبعا اللي تم الاتفاق عليهم. يعني في بعض الجماهير كده تواجد باعلام مصر ان شاء الله يا كابتن اسلام يعني دعوات كل جمهور النادي الاهلي باذن الله اللي عرفنا دلوقتي في اللحظات اللي انا بكلمك فيها بتتحكم ارضيه الملعب يلفوا في ارضيه الملعب بالكامل ان شاء الله يا كابتن اسلام نبارك لك باذن الله ونبارك لكل جمهور النادي الاهلي بعد هذه المباراه. كل التوفيق يا كريم للنادي الاهلي. الاجواء عامله ازاي؟ الجو عامل ازاي يا كريم؟ الجو هايل يا كابتن اسلام يعني كنا بندعي الايام اللي فاتت ان يوم المباراه يكون مفيش خروجه مفيش هواء جامد في استاد رد جو رائع جدا جو كروي يعني الحمد لله كل الامور في صالحنا ان شاء الله باذن الله. يعني الثقه الكبيره اللي احنا بناكد عليها كل مره باذن الله تنعكس على اللاعبين التركيز الحماس شخصيه النادي الاهلي كل ده النهارده بنتمنى ان احنا نشوفه في ارضيه الملعب وربنا يكلل المجهود كل اللعيبه ويكلل المجهود الجهاز الفني ان شاء الله بالفوز ويكون اول ثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي. كل التوفيق يا كريم واذا جد جديد احنا موجودين معاك على التليفون مباشره وكل جمهور النادي الاهلي ينتظر ايه اللي بيحصل في ملعب المباراه.